motion and forces أو الحركة والقوى. نذكر أنه الآن هدفنا هو شرح الحركة أو مسببات الحركة، أوكي؟ وبالطبع مسبب الحركة كما تعلمون هو القوى. ميدان اللي نحن فيه الآن واللي هو إذا هدفه هو دراسة مسببات القوى، إذا لماذا الحركة؟ هو ميدان الديناميكس، على خلاف أو بجانب الجانب الآخر اللي درسناه في الشابترز 3 و2 اللي هو جانب الكينيماتكس أو الدراسة الرياضية للحركة، أوكي؟ إذن كيف تكون الحركة من حيث الجانب الرياضي، والاثنين إذن جانب الكينيماتكس وجانب الديناميكس إذن مجمولين إذن يشكلوا إذن موضوع الميكانيكس اللي هو إذن أساس الفيزياء. إذا كل واحد فينا إذا ممكن يسأل هذا السؤال الأساسي. It's a basic question. Do you need to keep pushing on something to keep applying a force, for example, to keep it going? إذا هل من الواجب أنك تطبق قوة على جسم علشان يكون دائما في حركة؟ وبالطبع تجربتكم في الحياة العادية تقول أنه إذا أردت مثلا أنك تحرك مثلا جسم على طاولة مثلا، إذا طبقت مثلا قوة في المراحل الأولى ونزعت القوة، قوة الدفع مثلا، فالجسم سوف يتوقف، وسبب التوقف هو الاحتكاك. ولهذا السبب سوف نقوم بتجربة ذهنية علشان نشوف دور الاحتكاك في الحركة. والتجربة هي كالتالي، وهي في الشكل 4-1. إذا أمامنا شخص في 3 حالات، والشخص هذا يدفع بنفس القوة، نفس القوة الدافعة، أوكي، إلى الأمام، يعني إلى يمين الشكل، وإذا سوف يتحصل على سرعة بدائية نفسها في كلا الحالات الثلاث. فقط في الحالة الأولى بالطبع سوف ينزلق على الجليد وعنده نوع من الاحتكاك، وكما نتوقع إذا عندما ندفع، أوكي، سوف يسير على مسافة، سوف يقطع مسافة معينة اللي هي الدلتا إكس بالطبع، وسوف يتوقف. الآن لو نفترض أن طبيعة الجليد تكون بحيث أن الاحتكاك يكون أقل في الشكل B، يكون أقل مما كان في الشكل A، إذا نفس الشروط في الدفع والسرعة البدائية ونفس الجسم ونفس الآلة هنا. والآن نلاحظ أن هذا الشخص هذا سوف يقطع مسافة أطول، أوكي، دلتا إكس قبل التوقف. والآن ذهنيا لنفترض أن الاحتكاك الذي نقص من هذه الحالة A إلى الحالة B الآن ينعدم، frictionless surface، أوكي؟ الآن الاحتكاك يساوي الصفر، ليس هناك احتكاك، أوكي؟ إذن هنا ممكن نتصور أن هذا الجسم هذا سوف يكمل حركته إلى الأبد، إلى الأبد، يعني لن يتوقف، وسوف يكون في نفس الاتجاه، وسوف تكون حركته بنفس السرعة ثابتة، إذن أعيد إلى الأبد بدون توقف. وهذه هي الفكرة التي وصل إليها نيوتن، واللي تعرف باسم القانون الأول لنيوتن. إذن الصيغة الأولى للقانون إذن ممكن تكون على هذا الشكل: In the absence of friction, if the sled اللي هو العربة هذه أو الآلة هذه، if the sled is moving, it will stay in motion. Okay? It will not stop, it will not change direction, it will not slow down, and it will not speed up. ما يغير السرعة بالزيادة أو بالنقصان، وما يغير الاتجاه، سوف يبقى بنفس الاتجاه وبنفس قيمة السرعة إلى الأبد. بالطبع لهنا شفنا الحالة وين عندنا دفع وين عندنا سرعة. هذا الجسم هذا، أوكي، إذا كان متوقف مهما كان الحال، احتكاك أو بدون احتكاك، إذا كان متوقف وبدون تأثير خارجي، بدون دفع خارجي، إذن سوف يبقى على هذا الحال. وبالتالي لدينا حالتين: الحالة وين السرعة تساوي الصفر، يعني التوقف، حالة التوقف، وحالة ثانية اللي هي حالة الحركة الثابتة، أوكي؟ هذا الاثنين هذو، إذا كان الجسم في البداية متوقف سوف يبقى متوقف إذا ما كانش فيه تأثير خارجي، أوكي؟ وفي الحالة وين يكون متحرك، وين تكون عنده سرعة بدائية، وإذا ما كانش فيه تأثير خارجي، أوكي، شايفين ليس هناك أي دفع في الفترة هذه، هناك فقط الدفع الأول باش نعطيه سرعة، أوكي، ولكن بعده ما فيه ولا دفع خارجي، وليس هناك احتكاك، الاحتكاك بالطبع سوف يتسبب في توقيف الجسم، إذا يعتبر تأثير خارجي، عفوا، أوكي، إذا ما كانش فيه تأثير خارجي على الجسم هذا، إذا سوف يبقى إما متوقف إذا كان متوقف، وإما يتحرك بنفس السرعة،
أوكي إلى الأبد. أوكي، إذا حالته في الحركة لن تتغير، توقف أو حركة ثابتة. وهذا يعطينا الصيغة النهائية للقانون الأول لنيوتن. إذا القانون هذا إذا هو القانون وين الجسم يكون إذا بين قوسين حر، يعني ليس هناك أي تأثير خارجي عليه، إما عرقلة مثلا احتكاك أو دفع إذا التحريك من الخارج. إذا an object has no forces acting on it، هذه إذا الفكرة الأساسية، no forces acting on it لهذا الجسم هذا. If it is at rest, it will remain at rest. إذا كان متوقف في البداية يبقى متوقف طول حياته بين قوسين. If it is moving, it will continue to move in a straight line at a constant speed. وال constant speed والdirection هذه هي اللي كانت عنده في البداية. أوكي؟ السرعة اللي كانت عنده في البداية سوف يكمل بتلك السرعة نفس الاتجاه ونفس السبيد إلى الأبد. وكما تلاحظون إذا بدينا بحالة مبسطة وقانون الأول نيوتن كما تلاحظون هنا بدايته the object has no forces acting on it. أوكي؟ ولكن الآن يجب تخصيص وتوصيف القوى، وكما تعلمون بعض الخصائص تعرفوها، ولكن خلونا إذا نلخصها في المعلومات الآتية. إذا a force is a push or pull. push معناه دفع و pull سحب. اوكي بوش معناه تبعد منك، اوكي، وبول معناه تقرب منك. اوكي اذا هنا مثلا هنا عندنا دفع، اوكي، للكره الحديديه. A force acts on an object. object مثلا هنا نضرب هذا القطعه هذه، اوكي، اذا هذا هو الاوبجكت. واخيرا every force has an agent او المؤثر. agent اي كلمه agent جايه من action، وبالطبع القوة هي action. Okay. Well, agent something that acts or pushes or pulls. Okay. إذن الagent لهنا بالطبع هو الذراع الرامي. Okay. لهنا الagent هو بالطبع الملاكم عن طريق ذراعه ويده. وهنا نفس الشيء. الagent هو الرياضية هذه عن طريق ذراعها ويدها. وهنا الobject هو بالطبع القطعة الحمراء هذه. هنا بالطبع الobject هو الكرة. وهنا الأوبجكت هو الكرة الحديدية، أوكي، والأيجنت بطبع هنا إذا عرفناه في كل حال. القوة عندها قيمة أو ماجنيتيود وعندها اتجاه، أوكي، الدفع أو السحب يكون في اتجاه معين، وبالتالي هذا الخاصيتين هما خاصية الفيكتور. إذا a force is a vector quantity، أوكي، والرمز لقوة الفيكتور أو الفيكتور قوة هو F بالسهم، أوكي، وعندما نتكلم عن قيمة القوة، القيمة العددية للقوة the strength okay أو the magnitude of the force نستعمل فقط الحرف F كما اتفقنا بالنسبة للفكتورز. contact forces أو القوى الملامسة أو القوى التي تعتمد على اللمس they are forces that act on an object by touching it at a point of contact. وكل الحالات اللي شفناها لغاية الآن هذه كرة البلياردو، هذه القضيب الضارب. إذن يجب أن نحدد أو نكون قادرين على تحديد نقطة الالتماس أو على الأقل مساحة الالتماس، لأنه عادة الالتماس يكون في مساحة ولو كانت صغيرة. الآن هناك قوى تعتمد على اللمس، ولكن هناك أيضا قوى لا تعتمد على اللمس، لهما long range forces. long range، range معناه مسافة التأثير. هذا القوى هذه تؤثر عن بعد، أوكي، عن مسافة معينة بدون لزوم أنها تلمس ما الأشياء أو الأوبجكت الذي تؤثر عليه. أوكي؟ مثلا السقوط الحر اللي درسناه هو تأثير الجاذبية، والجاذبية وش هي البول أو الجذب أو السحب اللي تعمله الكرة الأرضية على الأجسام التي بالقرب منها. أوكي؟ إذن هذا الكأس اللي يسقط هو عبارة عن سحب، أوكي؟ مركزه هو مركز الأرض، والأرض هي الجسم الساحب. okay the earth is pulling the objects toward the center of the earth. okay وهنا إذا لدينا كل التعريفات اللي شفناها مثلا في القوة هذه، لدينا التعريف الأيجنت هو الأرض للجرافيتي، إذا على سطح الأرض الأيجنت للجرافيتي هو أو المسبب للجرافيتي هو الأرض بالنسبة للجسم هذا. okay الأوبجكت هو الجسم نفسه. okay القوة اللي هي الوزن اللي هو الويت، إذا عندها اتجاه وعندها قيمة معينة، أوكي، ماجنيتيود، وسوف نتكلم عنها فيما بعد، سوف نعرف
الويت بالفيكتور ويت. اوكي، اذا شايفين انا قادرين على تعريف كل الخصائص اللي تكلمنا عنها من قبل، فقط هي ليست قوة تعتمد على اللمس. تعرفوا أمثلة أخرى لهذه القوى هذه اللي هي long range forces أو non contact forces، اللي هما مثلا القوى الكهربائية اللي ممكن تكون تنافرية أو تجاذبية، وهناك أيضا القوى المغناطيسية. أوكي، ونذكر بين قوسين قوة الجاذبية تكون دائما تجاذبية، إذا بالنسبة للأرض الأجسام سوف تجلبها أو تجذبها، إذا it's a pulling force بالنسبة للأرض. هناك نقطة مهمة سوف نرجع إليها في آخر الشابتر، وهي أنه لا يكفي أو ليس هناك فقط agent واحد ليؤثر على جسم واحد. العملية ليست بهذا البساطة أو هذا السهولة. In general, if an agent exerts a force on an object, ما حتما the object exerts a force on the agent. Okay؟ لا يمكن للقوة أنها تكون وحيدة من الagent إلى الobject وفقط. اوكي، هناك دائما تاثير معاكس من الاوبجكت على الايجنت، وبالتالي ممكن نقول بين قوسين ان القوى تشتغل دائما اثنين باثنين، يعني بالازواج. We really need to think of a force as an interaction between two objects، على الاقل اثنين. اوكي، اذا لازم تفكروا دائما بالكلمه المكافئه للقوى اللي هي الانتراكشن او التفاعل ما بين جسمين. ارشادات لرسم القوى. إذا أولا مثل الأوبجكت، إذا كان الأوبجكت مربع أو مكعب أو دائرة إلى آخره، اختار نقطة دائما ترجع إلى البارتيكل مودل. أوكي، إذا تمثل الجسم بمثلا مركز الثقل بنقطة معينة. أوكي، وبعد ذلك إذا تقيم قيمة القوة، إذا كان عندك تقييم للقوة إذا ترسم، إذا كانت قوة كبيرة ترسم سهم كبير، وإذا كانت قوة صغيرة سهم صغير، والاتجاه للقوة. وعادة الاتفاق هذا غير مهم، ولكن باش تكون الأمور واضحة، نرسم القوة إذا الذيل على الجسم اللي تأثر عليه، إذا هذه نسميه إذا نقطة التأثير اللي هو الجسم نفسه، ونقطة التأثير بالطبع هي ذيل الفيكتور. أوكي، بداية الفيكتور ورأس الفيكتور نهاية الفيكتور، وبعد ذلك تسمي الفيكتور. أوكي، عادة إذا كانت قوة محركة نعطيها اسم كابيتال F، إذا كان الويت نسميه W، إذا كان الاحتكاك سمول F. نشوف هذا الأمور هذه فيما بعد عندما نبدأ نحل المسائل. الشكل هذا ربما يرتبك أمامه بعض الطلاب، ولكن ما تنساوش أنه المكان اللي نرسم فيه الفيكتور على السبورة على الورقة ما يهمش، لأنه في الرياضيات مكان الفيكتور على الورقة ما يهمش. أوكي، بالطبع لازم نفهم أنه هذا الفيكتور يؤثر على هذا الجسم ولا وليس على جسم آخر. بعض المسائل فيها أكثر من كتلة مثلا، أكثر من جسم، وبالتالي لازم نربط القوى بالجسم المناسب لها. أوكي، ثانيا هذا الجسم هذا مثلا نفترض أنه يكون مثلا دفع على هذا الجسم هذا، يعني الآن الشخص يدفع من هذا الجهة هذه إلى هذا الاتجاه، ونرسم الفيكتور على هذا الشكل، والطالب يقول مثلا هذا القوة هذه ليست قوة دفع وإنما قوة سحب. أوكي، لأنه هنا يبدو أن الأيجنت موجود هنا من الجهة هذه وليس هذا الجهة هذه، وأنه راه يسحب الجسم أو يعمل بولينج نحو الأيجنت مثلا باستعمال حبل مثلا أو خيط. ولكن نرسم الفيكتور بالذيل هنا والرأس هنا، أو نرسم نفس الفيكتور بالرأس هنا والذيل هنا مثلا، فهذا لن يغير المسألة. أوكي، فقط كاتفاق عام، إذا عندما نحدد لجسم معين، عندما نحدد كل القوى التي تؤثر على هذا الجسم، نتفق سواء كان دفع أو بوش أو إلى آخره، أو القوة لا تعتمد على اللمس long range force، نتفق على أن كل القوى تنطلق من نفس الجسم، من نفس النقطة. لنا مثلا في المثال هذا لدينا الأيجنت عن طريق الحبل. أوكي، وإذا يدفع أو يعمل بولينج لهذا، عفوا هذه عملية سحب وليس دفع، سحب لهذا الكريت هذا أو هذا العلبة هذه. أوكي، إذا الجسم التاعي اللي هو علبة بوكس. أوكي، إذا نرسمه عن طريق هذه النقطة هذه، والقوة الدافعة أو القوة التي تحرك الجسم هذا إذا نرسمها كما هو موجه على الحبل،
إذن القوة التي يكون مصدرها الحبل أو تكون ممررة عن طريق حبل أو سلك أو أي شيء، فهذه القوة تعرف تحت اسم تنشن ويرمز لها بـ T، أوكي؟ بالفيكتور T، واللي هنا كما يوضح الشكل فهي أفقية وموجهة إلى اليمين. هنا لدينا إذن هذا العلبة هذه إذن في سقوط حر، أوكي؟ The earth is the agent، أوكي؟ ليس هناك لمس ما بين الاثنين. Okay, the earth is the agent. It's a long range force وهي الوزن أو الويت W. Okay, وإذا كيف نمثل العملية هذه؟ إذا الجسم دائما نقطة والوزن عمودي يتجه نحو مركز الأرض. Okay, وعنده قيمة معينة سوف نهتم بها فيما بعد. هذا تطبيق للقانون الأول. إذا تنبيه، استعمل حزام الأمن. إذا كلكم تعرفوا عملية الكراش تيست، إذا السيارة تسير بسرعة معينة نحو جدار ونشوف إذا خصائص التحطم للسيارة والإعوجاج ديفورميشن للسيارة. إذا السائق في الحالة هذه غير مربوط بحزام الأمن. هذه النقطة هذه إذا هي مركز ثقل الشخص هذا وعنده سرعة إذا إلى اليسار، سرعته هي نفس سرعة السيارة لأنه في البداية كان هو مرتبط بالسيارة وتحصل على نفس السرعة اللي تحصلت عليها السيارة. الآن السيارة إذا تصدم الجدار، السيارة والسائق بنفس السرعة، أوكي؟ الآن السيارة تبدأ تتوقف، أوكي؟ ولكن السائق حر لأنه ما عندوش حزام الأمن، وبالتالي سوف يكمل الحركة بتاعه بنفس السرعة، أوكي؟ إلى غاية ما تبدأ فترة التوقف، وفترة التوقف هي عندما يلتقي بالداشبورد والعجلة اللي نستعملها للدوران أو ستيرينج ويل، أوكي؟ إذا هنا تبدأ فترة السلوين داون للسائق، وهنا بطبع خطر، ولهذا السبب إذا ننصح باستعمال حزام الأمن علشان تكون ربطة متينة ما بين السائق والسيارة، وعندما السيارة تتوقف السائق يتوقف في نفس الوقت. أوكي؟ بالطبع العملية ليست بهذه السهولة لأنه السائق هو عبارة عن جسم معقد، أوكي؟ ولكن بتبسيط أولي إذا هذه الصورة هذه ممكن تكون صالحة للاستعمال. وموضوع السؤال: If you are not wearing a seat belt and the car you are driving hits a fixed barrier مثل ما شفنا في الشكل you will hit the steering wheel with some force. Okay, this is because أولا هل السبب the force of the collision has thrown you forward. Okay, إذن هناك قوة تصادم بعثتك إلى الأمام. ثانيا B the steering wheel has been pushed back toward you. إذن المقود هو اللي تحرك نحوك أنت. بالطبع هذا خطأ لأنك أنت اللي راك تتحرك نحو. C you continue moving even after the car has stopped. وبالطبع الجواب الصحيح كما حللنا المسألة هو الجواب C. وإلى غاية الآن تكلمنا أو الأمثلة تاعنا اعتمدت على قوة واحدة، أوكي، على كل جسم. الآن ما هي الحالة عندما تكون أكثر من قوة؟ أوكي، إذا مثلا هنا السيستم هو العلبة تحت تأثير قوة F1 في هذا الاتجاه وقوة F2 في هذا الاتجاه. إذا عدنا رسم إذا الدياجرام للقوى. إذا الجسم تاعي رسمته أو شكلته بهذه النقطة هذه، أوكي، القوة F1 والقوة F2. الآن ما هو الناتج أو ما هي القوة الناتجة؟ ما هي الأكشن الناتجة؟ هي بطبع النت فورس، واللي هي إذن مجموع كل القوى. هنا عندي قوتين ولكن ممكن تكون ثلاثة، ممكن تكون أربعة، خمسة، أوكي، العدد غير محدود، أوكي. إذن هي التي سوف تعطي الناتج لهذا التأثير الجماعي، أوكي. إذن Fnet Fsum resultant force هي مجموع القوى التي تؤثر على الجسم. وبالطبع كما تلاحظون من السهل أن أشتغل بقوة واحدة عوض ما أشتغل بعدد من القوى، أوكي؟ بالطبع يجب أن أكون دائما قادر على فهم مصادر هذا القوى هذه، أوكي؟ نفهم ما هو سببها، ولكن في الأخير عندما نبدأ نحل المسألة سوف نعتمد دائما على مجموع القوى هذه. قوة واحدة استعمالها أبسط بكثير من مجموع أو مجموعة من القوى المختلفة. في المثال the net force on an object points to the left. شوفوا مليح الكلمة the net force، إذن مجموع القوتين، هذا الجسم هذا تحت تأثير قوتين F1 و F2، وإجمالي وهناك قوة ثالثة، أوكي،
وهناك two of three forces are shown. أوكي، إذا رسمنا فقط اثنين من القوى الثلاث التي تؤثر على الجسم. القوة الثالثة هي أحد الاختيارات الأربعة هذا، إذا يجب إضافتها هنا. أوكي، والفكرة هي أن مجموع القوى الثلاث اللي هي النت فورس يجب أن تشير إلى اليسار، يعني يجب أن تكون أفقية، أوكي، وتشير إلى اليسار، تماما إلى اليسار، ليس هذا الجهة هذه أو هذا الجهة هذه، تماما إلى اليسار. إذا ما هي القوة من هذه الاختيارات الأربعة اللي تعطيني مجموع الثلاث يكون متجه إلى اليسار؟ والحل أمامكم، الاختيار الأمثل هو القوة سي. لماذا؟ لأنه نلاحظ أن هذا القوة F3 إذا فككناها، أوكي، إذا نجمع F1 F2 مع F3، أو نجمع F1 F2 مع المكونتين هذو الاثنين هذو، إذا كان هذا محور X وهذا محور Y، فهذه سوف تكون F3X وهذه سوف تكون F3Y. يا أخي تذكروا عملية التفكيك أو الديكومبوزيشن. وش نلاحظ؟ نلاحظ أنه F3Y مع F1 الاثنين متساويين والمجموع يعطي الصفر في اتجاه الواي. أوكي، وش يبقى لي؟ يبقى لي فقط المجموع في اتجاه الإكس. إذن المجموع في اتجاه الإكس وش يعطيني؟ يعطيني قوة صغيرة إلى اليمين وقوة كبيرة إلى اليسار. إذن حتما المجموع تاع الاثنين سوف يعطي قوة اللي هي الفرق ما بين الاثنين ومتجهة إلى اليسار. ربما طول التاها يكون هكذا، هنا الاف نت تكون هذا المقدار هذا تقريبا. أوكي، بطبع الهدف ليس الحساب العددي وإنما حساب تقريبي. لو حاولت الاختيارات الأخرى، مثلا إذا حاولت هذا الاختيار F3، إذا F3 مع F2 تعطيكم مكونة هنا، والمكون وإذا أضفتها ل F1 تعطيكم مكونة في هذا الاتجاه. أوكي، ونفس الشيء إذا أخذت F3، F3 تعطيكم المكونة على ال X ومكونة على هنا، أوكي، واحدة على ال Y واحدة على ال X، وتعطيكم المجموع تقريبا هنا. أوكي، ما نحكمش مباشرة على الديركشن والقيمة للحصول على النتيجة النهائية، يجب رسم هذا القوى في كل حالة. أوكي، يجب رسم القوى الثلاث في كل الحالات، وبطبع ممكن ترسم ورق، تستعمل ورقة شفافة وتنقل F1 F2 وتنقل F3 في كل الحالات الأربعة وتتأكد من أن هذه هي الاختيار الوحيد.